السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أعلن اللواء 22 ميكا إلقاء القبض على خلية متورطة بجرائم واغتيالات في مدينة تعز. قال بيان لقيادة اللواء إن حملة أمنية ضبطت على المدعو هاشم الصنعاني وعصابته، وأكدت أن الحملة الأمنية ستتخذ كافة التدابير الكفيلة بتطهير المدينة من كل الخلايا الإجرامية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش ضبط الوضع الأمني في تعز بمحورين: حجم نفوذ الجماعات المسلحة وعوامل نجاح الحملة الأمنية، وأيضا عوائق تثبيت الأمن في المحافظة، هل هي أمنية أم سياسية؟ قبضت قوات أمنية في تعز على خلية متورطة بجرائم اغتيالات بقيادة المدعو هاشم الصنعاني. وقالت مصادر أمنية أن بعض تلك الخلايا تتحرك بدعم من شخصيات نافذة في الوقت الذي تتلقى فيه جماعات مسلحة دعما من قوى إقليمية. وكانت الحملة الأمنية في تعز قد داهمت قبل أسابيع خلايا وعصابات في أحياء متفرقة شرق المدينة، وتم القبض على عناصر وصفت بالخطيرة. نذهب لمشاهدة هذا التقرير سويا مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفي. بعد نحو 3 أعوام من حرب الميليشيا الانقلابية على تعز، لا تزال السلطات المحلية في المحافظة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضبط الأمن في المناطق المحررة. وخلال الأشهر الماضية شهدت المدينة اختلالات أمنية نتج عنها اغتيال العديد من جنود الجيش الوطني، وهو ما شكل تهديداً للأجهزة الأمنية التي تسعى لتوفير الأمن في إطار تطبيع الحياة. يرى مراقبون أن بروز جماعات مسلحة خارج المنظومة الأمنية ساهم في عرقلة مهمة السلطات المحلية وعقد عملية تثبيت الأمن. تكمن خطورة تلك الجماعات المسلحة على تعز أنها أضحت تمتلك سلطات خاصة بها، بالإضافة إلى سجون ومعتقلات. ويؤكد محللون أن الرعاية الإقليمية لبعض تلك الجماعات بات واضحاً من خلال الرغبة الإماراتية السعية إلى بناء حزام أمني للمحافظة على غرار العاصمة المؤقتة عدن. تحاول السلطة المحلية بتعز وتفاديا لمشاكل مستقبلية تثبيت الوضع الأمني والحفاظ على مؤسسات الدولة، ولهذا دعمت الحملة الأمنية التي دشنتها الشرطة العسكرية، حيث بدأت بالانتشار في عدد من شوارع وأحياء المدينة. الحملة الأمنية ضبطت خلايا متورطة في جرائم واغتيالات، وتمكنت من القبض على هاشم الصنعاني المتهم بالعديد من القضايا المتعلقة باستهداف المواطنين وعدد من أفراد الجيش الوطني، وفق ما أعلنته قيادة اللواء 22 ميكا. إذن مشاهدينا نستهل النقاش وينضم إلينا العميد محمد المحمودي مدير أمن تعز. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيادة العميد. إذن إلى أي مدى يمكن القول نجحت وأيضا أخفقت الحملات الأمنية في أداء مهامها في محافظة تعز؟ والله نحن في بداية الطريق يا أخي، ومرحلة التقييم يجب أن نعطى وقت لتقييم إخفاق أو نجاح الحملات الأمنية. نحن من منبركم الكريم نشكر قيادة الجيش الوطني ممثلة بقيادة المحور، وكذلك قيادة اللواء 22 وقيادة اللواء 35 وقيادة اللواء 17 وقيادة اللواء 145. نعم. لولا التنسيق الأمني العالي داخل المحافظة بين أجهزة الأمن مجتمعة وجانب قوات الجيش الوطني التي موجودة في المدارس وتحقق انتصارات ضد ميليشيات الحوثي، وكذلك تعمل جاهدة في الجبهات الداخلية، لما حقق هذا الاستقرار الأمني وهذه الإنجازات الأمنية لإلقاء القبض على عدد من المطلوبين الأمنيين داخل محافظة تعز. نعم. نحن هنا نسجل كلمة شكر لهذه القيادة الوطنية، لكل قيادات الجيش الوطني. نعم. ورموز تعز الوطنيين بتفانيهم ببسط ودعم الأجهزة الأمنية التي ما زالت في إطار إعادة بنائها ونشوئها، وتحتاج إلى المساعدة من قوات الجيش حتى تنمو وحتى تعود السيطرة الأمنية إن شاء الله. نعم سيادة العميد، إذن هناك يعني عصابة تم إلقاء القبض عليها والكشف عنها، من هي القوى التي تدعم مثل هذه العصابات في تعز، خصوصا وأن يعني اسم هاشم الصنعاني يعني ورد بكثرة خلال الفترة الأخيرة؟ من يدعم هذه العصابات هو نظام المخلوع. نظام المخلوع تأكد بأنه لا يستطيع قهر مدينة تعز عسكريا، فانتقل للشوط الآخر وهو العمل على تهديم الجبهة الداخلية وزعزعة الأمن الداخلي. الأذرع
الأمنية لهذا النظام البائد للأمن القومي والأمن السياسي، استثمر طوال عقود من الزمن مئات الملايين من الدولارات في إنشاء هذه الجماعات التي تعمل على زعزعة الأمن. نحن اليوم ندخل مع هذا النظام في الصراع المرحلة الثانية، وهو الصراع الداخلي وزعزعة الأمن الداخلي. نحن نتهم هذا النظام بخلق هذه المجموعات داخل مربعات المقاومة ليستطيع أن يتغلغل ويستطيع أن ينفذ مشاريع التخريبية داخل مدينة عز انتقاما من أهلها وانتقاما من قوات جيشها التي وأفراد مقاومتها التي أعجزت هذا النظام البائد والتي كانت حجرة عثرة أمام تحقيق مشروعه. نعم سيادة العميد، فقط لو يعني تعطي المشاهد يعني لمحة عن هذه الشخصية التي تم إلقاء القبض عليها، من هو هذا المدعو هاشم الصنعاني الذي يقود خلية إرهابية وتم القبض عليه في تعز؟ أنا عندما أتكلم عن شخصية هاشم الصنعاني أنا أتكلم على شخصية شابة من أبناء المدينة القديمة، ترعرع في هذه المدينة، كان في بداية المقاومة مع أبناء المقاومة في التصدي لمشروع الحوثي. هؤلاء الشباب لم يراقوا هناك من الرعاية الكاملة والاحتضان. لا أستطيع أن أتهمه كجهاز أمني إلا بعد أن تثبت لدينا كل القرائن عليه أو الأدلة. لدينا قاعدة قانونية تقول في الأمن أو في الجهاز القانوني بأنه المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. لا نستطيع أن يعني نفهم سيادة العميد أنه لم تثبت حتى اللحظة أنه مدعوم من قبل القوات أو يعني المخلوع صالح، وإنما هي إلى الآن تخمينات أم ماذا؟ أنا لا، ليست تخمينات، ولكن نحن نقول لك ما زلنا في مرحلة التحقيق الأولى. هناك دلائل تشير الى يعني انه يعني يتم ادارته من قبل جماعات المخلوع، يعني اداره هذا المدعو. يا استاذ، ان تكلم مدير امن مسؤول عن اي كلام قانوني يقوله. انا القرائن يجب ان توصل الى مرحله الادله القاطعه لكي نتهم اي شخص باي تهمه. هو مقبوض لدينا مع مجموعه من افراده، يتم التحقيق ليل ونهار مع هذه الخليه لاثبات كل ما ادعي عليه من جرائم ومن قضايا، ربطه بصلات بجهات أخرى أيضا ماشية التحقيق. هناك في أجهزة مختصة في هذا الموضوع هي التي تحقق، وسنعلن للملأ تقرير إن شاء الله بعد الانتهاء، تقرير كامل حول هذا الموضوع. نعم سيادة العميد تكرم بالبقاء معي، دعنا نشرك في النقاش الدكتور عبد القوي علي أحمد وكيل محافظة تعز. سيادة أو دكتور مساء الخير. مساء النور والعافية. مرحبا بك دكتور عبد القوي. دكتور، يعني كيف تقيم السلطة المحلية جهود تطبيع الحياة في تعز خصوصا فيما يتعلق بتثبيت الأمن في المدينة؟ السلطة المحلية تقيم تطبيع الحياة وخاصة الأجهزة الأمنية التي أولتها اهتمام بالغ في تفعيل هذه الأجهزة، خاصة بعد أن حصل لهذه الأجهزة بعد جراء الحرب التي شنتها إصابات الحوثي وصالح. وبدأت السلطة المحلية تعيد هذه الأجهزة وتؤسس هذه الأجهزة ابتداء بأقسام الشرطة ثم إدارة الأمن ثم بقية الإدارات الأمن كالبحث الجنائي، الجوازات، شرطة السير، الآن الاستقلال المركزي، أيضا إيجاد الوحدات الأمنية التي من مهامه تطبيع الحياة وتحقيق الأمن داخل المدينة والمناطق المحررة كالشرطة العسكرية التي لها دور بارز وملموس لدى الجميع، وكذلك القوات الخاصة التي أيضا يعني قامت بحفل مهيب بحضور نائب رئيس الوزراء بتخرج دفعة كبيرة أيضا ستشارك في تحقيق الأمن. أيضا الأمن هناك عدد يعني السلطة المحلية سعت على متابعة رواتب أفراد الأمن
والوحدات الأمنية التي ستقوم. هناك ما تزال بعض الإمكانيات وبعض المتطلبات الملحة التي نبقى نتابع السلطة الشرعية ووزارة الداخلية بتوفيرها، وأيضا الوفد الحكومي الذي زار تعز بفضل الله قيم الوضع وقدم رسالة أنه ظل أكثر من 20 يوم والأمن مستتب، وتطبيع الحياة قام بزيارة وجولات في معظم حارات المدينة ومناطق المدينة، وخرج بأن أقول الحياة في تعز عكس ما يصورها أحيانا يعني بعض أقول الذين ينظرون نظرات قاصرة الذين يصورون أن تعز لا يوجد فيها أمن وأجهزة. صحيح نحن نعاني كسلطة محلية من قلة الإمكانات لتفعيل الأجهزة الأمنية لتقوم بواجبها أقول على الوجه الأمثال. نعم دكتور، لكن النشاط الأمني الأخير والقبض على عصابات اغتيالات إلى أي مدى يدلل على عودة السيطرة الأمنية للمؤسسة الأمنية في المحافظة؟ بالنسبة لما ذكرته هذا يعود إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت الآن تؤدي دورها وتقوم يعني بمهامها في ضبط الخارجين عن النظام والقانون، وهذا يدل وينبئ على أن الأجهزة الأمنية تحتاج فقط إلى لفتة كريمة من السلطة الشرعية ودعم حتى تؤدي دورها وحتى تتحول تعز لتكون مدينة تعز أو محافظة تعز نموذج في الأمن والاستقرار، وهذا ما نطمح له. أيضا من الإنجازات التي يعني السلطة المحلية أولته اهتمام وأيضا ساهم في ذلك الوفد الحكومي، الآن السجن المركزي الذي يعد السجن الرئيسي الذي ضرب وقصف من قبل الميليشيات الآن تم ترميمه وإعادته وتفعيل أداؤه ودوره يعني، وأصبح الأجهزة الأمنية تمارس. ونحن أيضا الآن القضاء يعني الذي هو سيكون موازي، وفي الأيام القريبة إن شاء الله سنسمع عن قرارات فيما يخص جانب القضاء ليقوم أيضا بدوره لتكتمل العملية ويتم أقول حل كثير من الإشكالات موجودة الآن القضاء يعني، لكن ليس بالشكل الذي نطمح له أو يعني نسعى لإيجاده. هناك حركة قضائية إن شاء الله ليتمل إن شاء الله دور الأجهزة الأمنية في عملية الضبط وحل مشاكل المواطنين في تعز. نعم دكتور، ابقى معي، أعود لضيفي الآخر العميد محمد المحمودي مدير أمن تعز. سيادة العميد، يعني يتساءل البعض لماذا نفس الجماعات المسلحة ما زالت هي من تتجول في المدينة؟ ما مصدر قوة هذه الجماعات؟ يا أخي لا تنسى أن ما زلنا في ميدان حرب. مدينة تعز تعرضت لحصار وقصف وتدمير لمدة 3 سنين تقريبا. نعم. الجهاز الأمني أخذ النصيب الأكبر من هذا التدمير، تم تدمير البنى التحتية بالكامل لهذا الجهاز. اليوم لا يوجد مبنى قائم من أبنية الأمن، نعيد الآن بعد تفعيل هذه المباني. لا يوجد أي إمكانيات حقيقية لهذا الجهاز، لا يوجد أي معدات أو آليات، لا يوجد لا نوجد إلا عدد من الأفراد نتسلم لهم، عدد من الرواتب يعني نستلم لهم عدم رد. الأمن يحتاج إلى إعادة بناء من الصفر، فاختفاء الأمن في أي حرب أو في أي مكان مثل هذا تظهر معه الظواهر السلبية المصاحبة لطول النزاعات والحروب في أي منطقة في العالم. هذه الظواهر السلبية منها انتشار السلاح الكثيف لدى الفصائل المقاومة ولدى الناس، يؤدي إلى تكوين بعض العصابات لضعفاء النفوس، وذلك للاسترزاق وبسط نفوذهم على بعض المربعات أو بعض أرزاق الناس. نحن اليوم نعيد ترتيب الوضع الأمني من الصفر. أنا مطلوب مني اليوم ومن الجهاز الأمني في تعز أن أعيد البناء من الصفر تماما. نعم. إلى اليوم نحن لنا سنتين في محافظة تعز لم نستطع أن نفتتح سجن غير هذا الشهر، وذلك من النتائج الطيبة لزيادة استطاع أن يساعدنا بمعنية التجهيز حتى
فتح السجن المركزي، فما بالك بإعادة الأمن كاملا يا أخي. نعم سيادة العميد، أيضا بعد زيارة الوفد الحكومي مؤخرا إلى مدينة تعز كان هناك مقررات فيما يخص الجانب الأمني وأيضا اتفاقات ووعود. غادر الوفد الأمني تعز حتى الآن، هل ما زال يعني العمل قائم والتواصل دائم والإمداد في الجانب الأمني ما زال قائما؟ نحن نسجل هنا يا أخي كلمة شكر للوفد الحكومي الذي أتى إلى مدينة تعز، فاستطاع هذا الوفد الحكومي أن يحرك المياه الراكدة في الحلقة الأمنية، استطاع أن يعطينا رسالة أمل بأن ما زلنا موجودين على الخارطة اليمنية وفي عقلية الشرعية. أعطينا بعض الإمكانيات البسيطة التي استطعنا من خلالها تحريك هذا الجهاز، مثل إعادة فتح السجن المركزي، كذلك إصدار جوازات مدينة تعز، كذلك تحريك المرور، وإن شاء الله الآن خلال أسبوع هذا سيصدر أرقام مؤقتة للمركبات ونبدأ نضبط المركبات، كذلك إعادة افتتاح إدارة الأمن من حيث التأسيس، وكذلك إعادة افتتاح البحث الجنائي وإعادته إلى العمل، إلى جانب دعمها لبعض إدارات الأمن في المديريات. نشكر هذا على ما قدمه، لكن لن نحكم على زيارته بأنها ناجحة إلا عندما تفي الحكومة بوعيدها التي قطعتها على نفسها، ونحن متواصلين ليليا ويوميا مع الأخ العزيز الأستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء، والذي يعمل حاليا وبعمل كد وحثيث بتتبع الحكومة لتنفيذ التزاماتها للجهاز الأمني وكذلك إعادة المؤسسات في مدينة تعز. نعم إذن جميل سيادة العميد. أذهب بسؤال للدكتور عبد القوي. دكتور، يعني بتقديرك هل الخلايا الأمنية ويعني أو القوى الأمنية والجماعات يعني هناك خلايا داخل المدينة وجماعات مسلحة، هل يعتبر سبب قوتها في المدينة يعود لأسباب أمنية واجتماعية أم لأسباب سياسية، خصوصا في ظل الحديث عن دعم قوى محلية وأيضا إقليمية لجماعات مسلحة معينة؟ بالنسبة لهذا الموضوع، الأجهزة الأمنية هي أدرى، وهي ربما الأخ مدير الأمن هو يعني أفهم مننا بهذا الجانب، لكن عموما هي ظروف الحرب، الحرب التي ما تزال تعز إلى اليوم، وهي أقول يعني تبذل جهود لقضية استكمال تحريرها، وما تزال يعني كل يوم وهي تواجه يعني قذائف ومن الطرف الآخر. هذه الحرب هي يعني أوجدت يعني، لكن مع ذلك الذي أقوله إنه هناك شيء أمور مبالغ فيها، و لا يوجد أقول يعني هو عبارة عن مجموعة استغلوا ضعف الإمكانات التي تعانيها الأجهزة الأمنية. أنا مع ما طرحه الأخ العميد مدير شرطة تعز أن هناك معاناة حقيقية، هذه المعاناة الحقيقية تتمثل يعني في الإمكانات، إذا توفرت هذه الإمكانات بإمكان هذه الأجهزة أن تضبط الأمن في المحافظة وفي كل أقول المديريات. لكن دكتور، ما هي العوائق التي ما زالت تقف أمام نجاح تثبيت الأمن في تعز؟ هو قضية الإمكانات، يعني قضية الإمكانات، توفر الإمكانات. الإخوة الوفد الحكومي فعلا كما أشرت سابقا أنه لقد صورة حقيقية عن أقول احتياجات المدينة، مشاكل المحافظة، المشاكل الأمنية، في عوائق إدارة الأمن إلى الآن. ربما الأخ مدير الآن أشار ووضح أنه لا يمتلك ربما طاقم أو طاقمين فقط، هذا الجهاز الأمني الذي يعني محول عليه يقوم بهذا الدور، فبحاجة إلى إمكانات. هذه الإمكانات وعدت بها الشرعية بحسب أيضا الوفد الذي يتابع هذا الموضوع وبالشأن، ونحن بانتظار إن شاء الله إذا توفرت الإمكانات ستحسن إن شاء الله الوضع الأمني، وستقوم الأجهزة الأمنية بدورها على أكمل وجه. نعم إذن أشكرك جزيلا الدكتور عبد القوي علي أحمد وكيل محافظة تعز، كنت معنا من تعز. أعود لضيفي العميد محمد المحمودي مدير أمن تعز. سيادة العميد، يعني الدكتور عبد القوي يتحدث أنه من أبرز العوائق هي الإمكانات،
أنت يعني ما هي العوائق، عوائق نجاح تثبيت الأمن بتعز؟ هل تتفق مع وجهة نظر الدكتور يعني أنه فقط جانب الإمكانات، أم أن هناك يعني عوائق محلية أو متعلقة بالشرعية أم بالتحالف أم ماذا؟ أبرز هذه العوائق كما طرح الدكتور مشكورا هي انعدام إمكانيات الأمن تماما، انعدام كامل، لا يوجد أي إمكانيات حتى نستطيع أن نبسط أيدينا الأمنية في المدينة. هذا أكبر عائق أولا. ثانيا، المدينة تعرضت لحصار وتدمير ممنهج لمدة 3 سنين. الفقر ولد في أحياء المدينة. انقطاع الرواتب لمدة سنة. هذا يعتبر دافع حقيقي لنشوء الجريمة. نحن نطالب سلطة شرعية بكل صدق لكي نستطيع نضبط الأمن أن تعيد الحالة الاقتصادية لهذه المدينة. صرف الرواتب يجب أن يستمر، إعادة الحالة الاقتصادية لهذه المدينة. الفقر أينما توجد الجريمة ابحث عن الفقر يا أخي. لا يوجد أيديولوجية في مدينة تعز أن تتبنى أي جماعات إرهابية. تعز بيئة غير حاضنة لهذه الجماعات، ولكن الفقر هو من يدعم، من يدفع الناس دفع إلى ارتكاب الجريمة. الفقر هو المتهم الأساسي في هذه المدينة، والانهيار الاقتصادي لهذه المدينة وعدم دفع الرواتب لما يحدث داخل تعز من فئة أمنية. الثاني وهو انعدام كلي لكل إمكانيات إدارة الأمن أو الجهاز الأمني وأزرعه الأمنية. لا يوجد لدينا أي مقومات لإعادة هذا البناء. إن شاء الله تصدق الحكومة بما وعدت، ونحن نوعدكم إن شاء الله خلال فترة وجيزة أن يعود الأمن. لكن بعد الزيارة للوفد الحكومي سيادة العميد، هل يمكن القول بشكل نهائي بأن قرار إدارة أمن تعز أضحى بيد الشرطة المحلية؟ لا أستطيع أن أقول لك أنه أصبح القرار كامل في أيدينا، إلا بالتزام ما تعهدت به الشرعية من إمكانيات. بعد ذلك نستطيع نقول بأننا سنقدم خطة مزمنة إن شاء الله لأهلنا في مدينة تعز أولا، ولقيادتنا الشرعية متى تكون مدينة تعز رمز للسلام والتعايش ومدينة اليمنيين أجمع. نعم. طيب سيادة العميد، هنا سؤال أخير فقط، ما حجم التأييد الشعبي في مدينة تعز لمحاربة الخلايا الإجرامية؟ يا أخي أنا أول ما علمت بقرار التعيين كنت معترض على هذا القرار، لأنه لا يمكن أن يقبل عاقل هذا القرار في ظل لا وجود لإمكانيات مطلقة. ولكن الشيء الوحيد الذي يجعلني أثق بأن هذه المدينة ستتخطى هذه المدينة بعد الله تعالى هم الحاضن الشعبي في هذه المدينة التي لا تؤمن غير بوجود المؤسسات والدولة المدنية. شباب هذه المدينة الذي أفشل وحطم مشروع المخلوع وكذلك مشروع المعتوه الذي أتى من جبال مران هم قادرين، وأنا على ثقة كاملة بأن هؤلاء الشباب وهذا المجتمع قادر على بناء أمنه واستقراره وإعادته إلى ما كان عليه. هذا هو الدافع الأول والأخير حاليا من يدفعني للعمل في الشارع دون إمكانيات، وأنا متأكد بعون الله تعالى وعون المخلصين من أبناء مدينة تعز وقاداتها الشرفاء لأن سنتجاوز هذه الفجوة وهذه المرحلة إن شاء الله. نعم، أشكرك جزيل الشكر العميد محمد المحمودي مدير أمن تعز، كنت معنا من تعز. وفي الختام إذن مشاهدينا أشكر أيضا الدكتور عبد القوي علي أحمد وكيل المحافظة كان معنا أيضا من تعز. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.